الرحمة بالعصاة والتخفيف عنهم يوم القيامة. حينما يتنزل الابتلاء بالإنسان فهو إما أن يكون في أمر من هذه الأمور، إما أن الله سبحانه وتعالى يرحمه بسبب معاصي وذنوب ارتكبها فحق الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعاقبه في الدنيا حتى يخفف عنه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فيها: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي يكفر الله سبحانه وتعالى عنا بالمصائب والابتلاءات، يكفر عنا الذنوب والمعاصي، ويعفو عن كثير من هذه الأمور. فيقول: فأي شيء بعد كفارة الله وعفوه، يعني بعد أن يكفر الله سبحانه وتعالى عنا ويعفو الله سبحانه وتعالى عنا، فنحن نرجو الله سبحانه وتعالى ونأمل رحمة الله عز وجل. ولذلك يقول: هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في مروى الإمام البخاري: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى الإمام البخاري أيضا: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يصيبه الله سبحانه وتعالى بالابتلاءات حتى تكون كفارة له عن ذنوبه ومعاصيه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. أي أن الله سبحانه وتعالى حينما يبتلي الإنسان بأي مرض، سواء كان بفيروس ولا بغيرها من 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 الأمراض، فإن الله سبحانه وتعالى يذهب به الخطايا والذنوب والمعاصي عن الإنسان. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب أن لو قرضوا في الدنيا بالمقاريض. بمعنى أن الإنسان حينما يرى يوم القيامة كيف أن هؤلاء الذين أصابهم الله سبحانه وتعالى بأمراض أو بابتلاءات، كيف أن الله سبحانه وتعالى يجزل لهم الثواب ويجزل لهم الأجر، فيودون أو كانوا يتمنون في يوم القيامة أن لو يكونوا في مكان هؤلاء.